بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو السادس في نظام انزال الحريق من كورس اللايت كارنت. كنا اتكلمنا في الفيديو السابق عن اللوح الكونفنشنال كنترول بانل، واتكلمنا عن الريبيتر. المرة دي هنتكلم عن الادريسبل، وهنتكلم عن الاكسسوارز من كابلات وباور سبلاي. يلا بينا نكمل. كنا بنتكلم عن اللوح، دلوقتي هنتكلم عن لوحة الادريسبل. لوحة الادريسبل هي لوحة معنونة، بيبقى كل حساس او بيبقى كل جهاز او موديول متوصل باللوبة له ادرس، له رقم، بالاضافة ان اللوبة بتطلع من اللوحة وبترجع للوحة تاني. قال لك انه اللوبة دي بتاخد 127 حساس، تمام؟ هل ينفع تبقى قطعة واحدة لو حصل فيها عطل في اي مكان؟ لو وقع عندي الحساس ده مثلا يوقع لي نص اللوبة؟ قال لك لا، بضطر اعمل حاجة اني بضيف زي ما اتكلمنا عن الايزوليتر موديول. هنتكلم عن الايزوليتر موديول، نقول وظيفته تاني دلوقتي. وبالتالي عشان اقسم اللوبة دي لما ناطق بنحط الايزوليتر موديول ده كل 10 جهاز، كل 10 جهاز بحط واحد، وبعدين 10 بحط التاني التالت الرابع. فده بيقسم لي المنطقة دي لمنطقة بين الأول والتاني، وده قسم لي المجموعة دول بين الأول والتاني، وده قسم لي المجموعة دول بين الأول والتاني، وده قسم لي. طب تعالوا نشوف الكلام ده هيفرق ايه بقى. طبعا دي اللوحة النوع الكبير منها، في أنواع طبعا بتبقى كبيرة قوي، ممكن يوصل طولها لمتر و80، بيبقى فيها عدة حاجات مع بعض. النوع ده من اللوحة الكبيرة بيبقى فيه عدة حاجات مع بعض، بتبقى فيه اللوحة، بتبقى فيه كروت الربط الاكسبانشن، وبيبقى فيه عندي هنا الوحدة الاتصال، وبيبقى فيه ميكسر امبليفاير عشان الايفاكيويشن مسج اللي بيتكلم فيها في الميكروفون وبيقول للناس، سواء كانت مسجلة او هو بيتكلم على الهورنات اخلوا المكان بسبب الحريق. هنكمل نشوف. ده شكل لوحة من واحد لوب، مكونة من لوبة واحدة. هنيجي كده نقرب ونشوف الدنيا، هنلاقي هنا الباور سبلاي اللي بيطلع ال 24 فولت اوت، الاكزيلري، تمام، اللوب ان واللوب اوت. ده اللي يهمني، انه اللوبة تبتدي من هنا بتطلع بالكابل وبتلف وبترجع تاني. وعندي هنا بقى باقي الحاجات، سواء كانت نتورك، سواء كانت لوب اكسبانشن. هنا في مكان لللوب بس مش موجود، محتاج يتعمل لها اكسبانشن. الزراير دي بتقدر تشوف فيها انت بتقسم اللوبة الواحدة دي، بلوبة واحدة بتقسمها ل 16 زون مختلفة، وبتقدر تتحكم في نظام الدنيا وتشوف المشاكل والايرورز الى اخره. طيب نقرا كده عن حاجة عن اللوحة. قال لك اللوحة number of loop drivers، قال لك دي فيها maximum number of addressable devices per loop 126، والmaximum number of loop power sounder per loop، ده اللي هي السرينة الادريسبل، لو هي 10 ملي امبير محدد لك انه تبقى ب40، number of programmable sounder group 15. تمام، نيجي نكمل نشوف بقى كتالوج احدى اللوح ونقراه كده مع بعض ونشوف الحاجات اللي هنستفيد بيها. دي لوحة مثلا قال لك من 6 ل 8 لوب كنترول بانل. نقرأ كده السبيكس بتاعتها، 96 زون انديكيشن فيها. هنا شوف النقط دي، عندي 96 زون انديكيشن، يعني اللوبات، عدد اللوبات سواء 6 او 8 هتتقسم على زونات لغاية 96، معايا امكانية اقسمهم ل 96 زون. نتورك اب تو 32 6 اور 8 لوب بانل، تقدر توصل اللوحة دي ب 32، تبقى دي واحدة و 31 لوحة تانية معها، سواء كانوا 8 او 6 لوب. 8 بروجرامبل ساوندر سيركت از ستاندر، معاها 8 مخارج لزونات الساوندر، 8 خطوط مختلفة من الساوندر، كل خط
بيشيل عدد هنشوفه بعد شوية. تمام، وباقي الحاجات بتبقى عادية مش ذات قيمة نقرأها. طيب نروح للحاجات المهمة. في نوعين عندي هنا، 6 لوب و8 لوب، كل واحدة فيهم 96 زون، فيها اكسترا نتورك كارد وبرينتر وكي سويتش. هنا نتورك كارد وبرينتر. ننزل لتحت كده نشوف الحاجات المهمة جدا في الموضوع. اللوحة سمكها وهي من الستيل، درجة الاي بي الحماية بتاعها 30، ما ينفعش احطها دي في الاوت دور خالص. تمام، الفينيش بتاعها هي مدهونة بالايبوكسي باورد باودر كوتيد. تمام، ده بتبقى ضد التكهرب. كلر الويت بتاعها، الديسبلاي فيها شاشة من 8 خطوط كذا، عدد اللوب 6 أو 8، كل لوبة 400 ملي أمبير. تمام، دي مهمة جدا. الزونات 96 ليد اب تو 500. ممكن انا لو ربطت اللوحة دي بسوفت وير خاص بينزل على الكمبيوتر ممكن احولهم ل 500 نقطة موجودين على الكمبيوتر اشوفه. 8 ساوندر سيركت، ايتش كل واحدة فيهم ليها حماية بفيوز 1 امبير. توتال لود 2 امبير بير بانك اوف 4 سيركت. يعني كل 4 سيركت محطوطين على فيوز 2 امبير. الكلام ده مهم جدا، انه انا الساوندر بتشيل 1 امبير. تمام، هروح كده اشوف حاجة سريعة ونرجع لها. تعالوا نشوف دي سرينة. لو جبنا دي السرينة وابتدينا نشوف هي بتسحب كم امبير، قال لك السرينة دي من النوع اللي هي الستروب وسرين الاثنين مع بعض. قال لك الساوندر كارنت كونسامشن هي بتسحب بالماكسيموم 39 ملي امبير، والستروب الضوء اللي فلاش عليها يسحب 40 ملي امبير. لو جيت وجبت الكالكوليتر هيطلع معايا 80 او 79، 80 ملي امبير من 1000 ملي امبير اللي هم 1 امبير اسم التمانين، طلع معايا كام؟ طلع معايا 12.5 او 12. يعني السيركت الواحدة من دول من التمانية بتشيل ات ماكسيموم 12 سرينة، من 10 ل 12 سرينة. تصميميا بحط 10، ممكن ازودهم لـ2. يبقى هنا التمانية على بعض 8 × 12 اقدر اشيل بيهم 96 سرينة. طبعا ده ماكسيموم لانه هو بيقول هنا انه عامل حماية معينة بالفيوزات لكل 4 سيركت مع بعض. تمام، الفاير كونتاكت، الالارم الى اخره. هنا الحاجات التانية ممكن تشوفها والحاجات المهمة تبص عليها. طيب نكمل بقى زي ما كنا وصلنا هنا. قلنا بقى التوصيلة بتاعت اللوب، اتكلمنا هناك على ارض الواقع وقلنا هنا ادريسبل لوب، انه دي بداية اللوب اهو، الموجب والسالب بيروحوا الاثنين من هنا، بيطلعوا بجلاند على كابل وماسورة وبيلفوا وبيرجعوا تاني للوحة. التأريض ده تأريض، بيكون تأريض خاص بنظام اللايت كارنت، مقاومته اقل من 0.5 أوم. ابيار ارضية، مجموعة ابيار ارضية برة مقاومتها اقل من 0.5 أوم، بتتربط بكابل للتست لينك، والتست لينك باجي منه لغاية اللوحة دي وبقرض جسم اللوحة. جسم اللوحة بيبتدي يتقرض معاه جميع الحاجات اللي محتاجة تقريض، من الشيلد بتاع الكابل الى الشيلد الخاص او الارضي الخاص باللوحة. تمام، وهنا يطلع لك الاي شورت او بي شورت، يعني حصل الشورت من ناحية اللوبة دي من الجهة دي ولا من الجهة دي. نكمل نشوف لو دي لوحة، اللوحة دي بيبقى طالع منها بلوبات او بلوبة. فهنا احنا طالعين باللوبة، اللوبة دي بتروح لايه؟ بتروح للحاجات الادريسبل تمام، اللي هي الزرقاء دي، بتوصل الحاجات ببعض. بص هنا مثلا ده ادريسبل هيت، ده ادريسبل فيكسد تمبريتشر تمام، وده السموك موصول بيهم كلهم. انا عايز احول الموضوع يبقى عندي حتة جزء
كونفنشنال زي ده، يعني دي كونفنشنال عايزه تاخد، فبروح بجيب لها ادريسبل انبوت اوت بوت موديول اتكلمنا عنه، اللي هو اكسبانشن من النوع اللي بيتحط مع الادريسبل، لكن بيحول اليوزر اسمه يوزر انترفيس موديول او زون انترفيس موديول او زور ادابتر موديول. كل التسميات دي بتختلف من شركه لثانيه، المهم ان هي بتحول من لوب لزون، بتديني زون، وفي نهايه الزون بحط اند اوف زون. لكن هنا الرسمه مختلفه هنشوفها قدام. طيب هنيجي هنا نتكلم عن الربط بين اللوحه، دي لوحه الام طالع منها زونه خاصه بالسراين conventional sound circuit، وهنا سيركت تانية خاصة بالسراين، تمام. في عندي هنا شوية مخارج ريليهات بتتربط بالاكسس، بتتربط بالساوند، بتتربط بالاسانسيرات، بتتربط بلوح الكهرباء الى اخره من الحاجات اللي انا محتاج اتحكم فيها، بتتربط بالاوتو دايلر والى اخره. بيبقى عندي بروجرامبل انبوت 1 و2 عشان ابرمج بيها اللوحة دي. يلا نطلع باللوبة كده. اللوبة دي طالع فيها شوية حساسات سواء ايا تكن هنا، وانا طالع في عندي حاجة اسمها input output unit with isolator، في هنا isolator وهنا isolator بيقسم لي المناطق، وعندي هنا زون monitor with isolator بقدر اطلع منه اعمل expansion شوية مداخل، وفي منه expansion شوية مخارج الى اخره حسب نوعه، تمام. كل ايزوليتر فيهم بيقسم لي اللوب لجزء. نكمل تاني زي ما كنا بنقول، ناخدهم واحده واحده، تمام. دي ايه؟ انبوت اوتبوت يونت، اتكلمنا عنها في الاكسبانشن، بتدي بقدر امكانيه الربط مع شويه حاجات انبوت وشويه حاجات اوتبوت. طب دي زون مونيتور ويز ايزوليتر، دي بقدر اربط بيها شويه انبوت اكسبانشن. طب دي بتبقى ساوندر كنترول يونت ويز ايزوليتر، اللي هي كنترول موديول بيبقى معاه باور سبلاي خاص بالسراين، اقدر ازود بيه عدد السراين اللي قلنا هنتكلم عليها في اخر الفيديو. طيب الربط بين اللوح بقى، قال لك دي لوحه فيها لوبه تقدر تتقسم ل 16 زون مين بانيل، تمام، مربوطه بلوحه تانيه فيها 2 لوب، مربوطة بلوحة كمان فيها سنجل لوب. اللوحة دي مربوط بيها هنا لوحة اسمها تو لوب زون ريبيتر، تمام. دي لوحة مين، دي لوحة ريبيتر، يعني انا مربوط باللوحة دي لوحة، واللوحة دي مربوط بيها لوحة، اللوحة دي مربوط بيها ريبيتر، واللوحة دي مربوط بيها مكمل انا للوح، مكمل لدي لوحة مين ودي لوحة مين ودي لوحة مين، اللوحة دي مربوط بيها الريبيتر. وبيحدد لك شكل الدياجرام بتاع الربط الكونكشن بين اللوح، يعني اللوحة دي مربوطة بدي ودي 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 ودي، واللوحة دي مربوط عليها ريبيتر، واللوحة دي مربوط عليها ريبيتر. نكمل نشوف جوه اللوحة الساوندر تاني، احنا من شوية شرحناه وقلنا اسمه في سيمبلكس ان اي سي، هنا ممكن يبقى اسمه ساوندر لاين. طالع عندي اول واحدة بتطلع هنا وقرض الكابل، وبطلع على السراين كلها بتبقى برل لبعض، وفي الاخر بحط end of line resistor زي ما احنا شايفين. اتكلمنا وقلنا انه الزونة الواحدة فيها 10، عشان ازود انا لو المكان فيه زونات كتيرة بروح بضطر احط حاجة اسمها control module وبربط بيه باور سبلاي. الباور سبلاي ده بيطلع لي الطاقة اللي بقدر اغذي بيها السراين دي، عشان بعد ما تاخد الامر من الكنترول موديول تدي الصوت وتسحب الباور بتاعها من باور سبلاي خارجي. باور سبلاي ده الاوتبوت بتاعه 27 فولت، ده النو لود، لما بيتحمل بينزل لغاية 24 فولت. ماكسيموم باتري سايز ده بيشحن البطاريات طبعا، وفي منه انواع بتغذي ال بتغذي الساوندر، في منه عدة قدرات، في منه بيخرج 1.5 امبير، وفي منه 2.5، وفي منه 5.5. لو هنحسب ابو 2.5 نشوف كم، لو انا جبت واحد باور سبلاي 2.5، تمام،
ما ينفعش احمله اكتر من 80% عشان ما يتحرقش، فهضربها بتمانية من عشرة، هتبقى 2 امبير. الاتنين امبير يعني 2000 امبير، 2000 ملي امبير، قسمة 80 ملي امبير لكل سرينة، فهلاقي انه الماكسيموم عندي 25 سرينة. تصميميا ممكن احط 22 او 21 سرينة في اللوبة في الزونة او السيركت الزيادة دي الخاصة الموصولة بالكنترول موديول. نكمل بقى، في عندي وحدة باور سبلاي كبيرة اسمها باور سبلاي ستيشن، دي وحدة كاملة بتبقى مصنوعة من الصاج، بيتحط جواها بترس، هي زي راك خاص بالبطارية، تحط بطاريات هنا فوق بعض كلها بتتوصل ببعض، بعض من جزء منها بيتربط سيريس وبعض منها بيتربط بارلل على حسب نوع البطاريات والجهد بتاعها، كلهم في الخلاصة بيغذوا ايه، بيغذوا اللوحة المين الكبيرة. زي ما شفنا في اول الفيديو انه في لوحة مين كبيرة بيبقى فيها ميكسر وامبليفاير، بيبقى فيها اوتو دايلر، بيبقى فيها لوحة كبيرة واكسبانشن، بيبقى فيها عدد زونات كبير، فحملها بيبقى كبير اكتر من انه يبقى جواها بطاريتين او حتى 4 بطاريات عشان يشغلوها في حالة الطوارئ. فبضطر اجيب لها باور سبلاي ستيشن خاص يشغلها لمدة 48 ساعة تمام. او في ناس بتعمل انه هي بتجيب يو بي اس خاص باللوحة، لكن ده اوفر من اليو بي اس لانه ما بيبقاش في عندي ريكتيفاير ولا بيبقى عندي درايفر او انفرتر جوه بيحول وبالتالي بيقلل من الطاقة. وده شكلها، دي لو عندي اللوحة هنا، دي الباور ستيشن بتتحط هنا او بتتحط على جنب في اي حتة بحيث انها تغذي اللوحة دي. دلوقتي كابلات الفاير، كابلات الفاير المتاح عندي من كابلات الفاير نوعين، يا اما كابل 2 في 2.5 او كابل 2 في 1.5. النوعين دول متاح منهم انه كابل يبقى شيلدد او انشيلدد. تعالوا نشوف الكابل ده 2 في 2.5 سي يو بي في سي على او اس بي في سي، ده النحاس المجدول او الشعر بيبقى فوقيه بي في سي وبعد كده طبقة من الفويل بتعزل، طبعا بيبقى فيه هنا النايلون والفويل، وبيبقى الشيلد وبعد كده الجاكيت الخارجي. الجاكيت ده لازم يستحمل درجة حرارة 105، في منه نوعين فاير ريزيستنت وفاير ريتندنت. الفاير ريتندنت هو نوع منهم بيستحمل 105 درجة حرارة، ونوع 950 درجة سيليسيوس. يفرقوا عن بعضه ايه؟ الواحد ونص، 2 في 1.5 الشيلدد بيمشي، شيلدد او الانشيلدد بيمشي مسافة، لو انا في اللوب بيمشي مسافة 1000 متر، ما ينفعش اتجاوز 1000 متر في اللوب. لو انا ماشي 2 في 2.5 لكن انشيلدد ممكن امشي ل3000 متر، لكن لو شيلدد همشي برضو 1000 متر. ودي شكل الشبكة. طبعا الفاير بيبقى مخرج في السقف، لو ده سقف معلق عندي هيبقى فيه سقف معلق، بيبقى فيه مخرج بنزل منه بماسورة فليكسيبل. الكابل بتاعي بيروح وبيرجع، ما بقاش فيه اي قطع. القطع بيحصل لما انا بحط السنسور تحت السقف المعلق، بعمل القطع عشان اعمل الان والاوت وبكمل بالكابل وهكذا. طيب امتى بستخدم المواسير اللي هي بتبقى بي في سي او هيفي جيج بي في سي مضادة للحريق، وامتى بستخدم المواسير اللي هي الاي ام تي المعدن؟ في الاوت دور طبعا حصرا لازم استخدم الاي ام تي. اي مواسير بتبقى اكسبوزد خارجية في الكود بيقول لك لازم تبقى اي ام تي، يعني في الحالة دي كان مفروض يبقى اي ام تي، لكن في مصر بيمشي الموضوع ساعات بي في سي تحت السقف المعلق، ورا السقف المعلق بيمشي هيفي جيج بي في سي، مفيش مشاكل خاصة في الأماكن الاندور اللي مفيهاش أي تعرض لأي خطر. ودي الـ EMT. خلينا نقرأ عن مواصفة مواصفة خاصة بال بمقايسة للفاير الارم. هنا عندنا بيتكلم عن لوحة 8 لوب فيها 8 لوب فاير الارم كنترول بانل، each لوب كل لوب فيها بيستحمل، طبعا اللوحة دي عشان كبيرة في انواع من اللوح اتكلمنا عنها بتشيل اللوبة الواحدة 129 ديتكتور،
لكن في لوح بتبقى اكتر، زي اللوحة دي بتبقى 159، في لوح